تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة ميرا الأخفلي، ومعانا في الإخراج اليوم الأستاذ سعيد المر. وفي التقديم معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. تقدرون مستمعين الأعزاء تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. اليوم حلقتنا متنوعة ومليئة بالمواضيع الجدا شيقة، لكن قبل ما ندخل في مواضيعنا مثل ما تعودنا دائما معانا الأستاذة أسماء الجناحي بتعطينا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. السلام عليكم. هلا، صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور سيدي دكتور، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا أسماء؟ اليوم نحن موجودين في تسمعون شوي صوت الحشرة، نحن موجودين في معرض الصحة العربي واللي هو يبدأ اليوم وحتى يوم الخميس تقريبا 21 وحتى 24 من هذا الشهر. هيئة الصحة مشاركة في المعرض بمجموعة من الأشياء، وأهم الأشياء نحن نستعرض التحدي اللي كان تواجه دبي في التصدي لكوفيد 19 من بداية الجائحة. معانا أيضا شركائنا في هذا الموضوع، مركز التحكم والسيطرة في دبي، وأيضا طيران الإمارات وجامعة محمد بن راشد ومؤسسة نور دبي موجودين نحن في المنصة. أيضا هناك آخر الابتكارات التقنية، وأيضا في الجراحة عندنا في الأمور الجراحة طريقة جديدة تم ابتكارها من مستشفى دبي، وهي استئصال الغدة الدرقية ولكن بطريقة غير اعتيادية، وتوفر وايد أشياء وتخفف من الواحد يعني بدل ما يعني الطريقة المعتادة اللي هي القص في الرقبة، وهذا في العملية كلها تستوي من الفم. أيضا عندنا تقنية ترافد واللي هو ممكن التفتيش يكون عن بعد، وتأكد من أن كل الخدمات الموجودة في القطاعات تمشي على أعلى المعايير المعتمدة. ايضا مع شركه ام بي، ومعهم اخر التقنيات اللي موجوده في هاي الشركه، ولان احنا ان شاء الله راح نحطها في هيئه الصحه او استقبلناها في هيئه الصحه بالبيت. طبعا مجموعه من الاشياء موجوده، يعني ممكن نحن موجودين في المنصه الرئيسيه عند البوابه الرئيسيه، فممكن الجميع يمرون ويكونوا موجودين يتعرفون على كل الخدمات اللي موجوده في المنصه، منصه هيئه الصحه بالبيت في معرض الصحه العربي. ونحن ايضا راح نغطي كل الاحداث اللي قاعده تصير في المنصه في قنوات التواصل الاجتماعي. اتمنى من كل اللي ما يقدرون يجون المنصه يتابعون في قنوات التواصل الاجتماعي. ودمتم بصحه وسعاده. ودمتي بصحه وسعاده. كانت معنا اسم الجناحي وحدثتنا عن معرض ومؤتمر الصحه العربي، اللي هو معرض يقام سنويا يتحدث فيه عن جميع المستجدات في القطاع الطبي. فمستمعينا اذا كنتوا حابين تتعرفون على تجربه دبي في مواجهه كوفيد 19 وكل المستجدات في القطاع الطبي والخدمات المطوره، تقدرون تزورون منصتنا، منصه هيئه الصحه، في هذا المعرض. هذا المعرض من اليوم تاريخ 21 إلى 24 الشهر من الساعة 9 الصبح إلى 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
ومن آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ننتقل إلى الطرق الصحية لزيادة الوزن. يعد اتباع النظام الغذائي الصحي والمتوازن من أهم الوسائل السليمة للحفاظ على صحة الجسم، وذلك عن طريق تناول أنواع مختلفة ومتنوعة من الأطعمة والمشروبات بالكميات المناسبة للجسم عشان يوصل إلى الوزن الصحي والمثالي. اليوم شوي موضوعنا مختلف عن اللي متعودين، دائما نتحدث عن فقدان الوزن، لكن اليوم بنتحدث عن الطرق الصحية لزيادة الوزن. ورحنا يتحدثنا عن هذا الموضوع اليوم الأستاذة عفرة القطان، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة عفرة. صباح النور والسرور أختي. نفس ما توقتي، موضوعنا اليوم بيكون عن الطرق الصحية لزيادة الوزن. فنفس ما ذكرنا النحاسة أو نقصان الوزن لا يقل أهمية عن طبعا عن السمنة. النحافة هي من المشكلات المرضية المنتشرة في أيامنا هاي، وهي على عكس السمنة لأنه يكثر الحديث عنها، وأن المراكز العلاجية والرياضية اللي تصنف تخلص منها. لكن يعتقد البعض أن مشكلة النحافة مشكلة بسيطة، لكن خطورتها أيضا لا تقل عن مشكلة السمنة المفرطة. في دراسة أجريت عام 2008 أثبتت أن النحافة الزائدة مرتبطة بزيادة احتمالات الوفاة المبكرة، وكانت نسبة الوفاة المبكرة المرتبطة للرجال 140 نسبة مئوية مقارنة بالنساء اللي هي كانت 100%. أما نسبة الوفاة المبكرة للأشخاص الذين يعانون من السمنة كانت 50% فقط. وأيضا وجدت دراسة أخرى أجريت من قبل المسح الوطني الأمريكي للشباب أن النحافة كانت مرتبطة بزيادة احتمالية العقم لدى النساء، هشاشة العظام أيضا لدى النساء، الكسور والالتهابات. أولا دعونا أول شيء خلونا نعرف شو هي النحافة أو ما هو نقصان الوزن. عندنا إذا كان الشخص يعاني، إذا بغينا نعرف إذا كان الشخص يعاني حقا من نقص الوزن أو النحافة، نقدر نحسب أبسط طريقة اللي هي حساب مؤشر كتلة الجسم أو بما نسميه اللي هو البي ام اي، البادي ماس اندكس. هو مقياس جيد لأي شخص يقدر يستخدمه في البيت. فقط كثرة الجسم يقدر يحسب من خلالها، يقسم وزنه بالكيلوغرام على الطول بالمتر تربيع. النطاقات مؤشر كتلة الجسم عندنا 4 نطاقات اللي هي نقص الوزن أو النحافة إذا كان مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5. الوزن الطبيعي يقع بين 18.5 إلى 24.9. زيادة الوزن عندنا من 25 إلى 29.9. أما السمنة اللي هي إذا كان مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى. زين، عندنا ما هي أسباب النحافة؟ ليش عندنا أشخاص مثلا عندهم زيادة في الوزن وعندنا أشخاص عندهم نقصان في الوزن أو يصابون بالنحافة؟ عندنا عدة عوامل. من أهم العوامل اللي راح أذكرها أول شيء فرط نشاط الغدة الدرقية. هي تسبب ارتفاع معدلات الأيض، يسبب خسارة الوزن بشكل غير صحي أو غير طبيعي. أن أيضا الإصابة بالأمراض النفسية، أيضا أن الاضطرابات الصحة النفسية تقدر تأثر في قدرة الشخص على تناول الطعام، بما في ذلك أن الاكتئاب، القلق، اضطرابات الوسواس القهري. أن أيضا اضطرابات الأكل، أن ممكن تأثر في شهية الشخص وتصوره وانطباعه حول الجسم، فيمكن هذا يؤدي إلى مخاوف الشخص وتشوه الصورة الذهنية لجسده، فبيكون طبعا فيعرضه إلى الإصابة باضطرابات الأكل. طبعا ذلك راح يؤدي إلى مشاكل في الوزن وعندنا نقص في التغذية. أن أشهر مثال أو من الأمثلة المعروفة لفقدان الوزن اللي هو فقدان الشهية العصابي، أو اللي هو معروف بالأنوركسيا نيرفوسا، اللي هو يتمثل اللي هو يتمثل بتجنب الشخص تناول الطعام أو تناول كميات قليلة جدا. حنا أيضا الالتهابات، أن العامل الوراثي، أن السكر الغير من النوع الأول الغير منتظم، هي كلها عوامل تساعد على النحافة أو تساعد على نقصان الوزن بصورة غير صحية. طيب شو هي الطرق الصحية عشان إحنا نزيد وزننا بشكل طبيعي؟ تمام، أن أيضا في طرق علاجية لهذا الشيء. أبسط طريقة علاجية اللي هي
استهلاك سعرات حرارية أعلى من التي يحرقها الجسم، هي من أهم الأمور لزيادة الوزن. ففي حال الرغبة بزيادة الوزن ببطء وثبات، ننصح بزيادة تقريبا من 300 سعرة حرارية إلى 500 سعرة حرارية إلى الاحتياجات اليومية. شو يعني هذا؟ فإذا مثلا في شخص يحرق طبيعيا من عمليات الأيض 2500 سعرة حرارية ويستهلك من الأكل 3000 سعرة حرارية، هو أضاف إلى سعرات الحرارية كم سعرة؟ 500 سعرة إضافية حرارية. فهذا إذا كان الخطة لدى الشخص أنه يزيد ببطء وثبات ننصحه بهذا الشيء. لكن إذا كانت الخطة أو في رغبة في زيادة الوزن بسرعة عالية، ننصح تقريبا بزيادة 700 إلى 1000 سعرة حرارية. فإذا أخذنا هالمثال، إذا هذا الشخص يحرق طبيعيا 2500 سعرة حرارية، راح نضيف اللي هو 1000 سعرة حرارية، اللي هو كم راح يصبح 3500 سعرة حرارية. فهذه أمثلة بسيطة. عندنا أيضا اتباع نظام غذائي متمثل به. أولا، تناول الطعام بشكل متكرر. الأشخاص المصابين بنقص الوزن يشعرون بالشبع بسرعة أسرع مقارنة بالآخرين. لذلك ننصحهم أن يتناولون وجبات كثيرة أو متنوعة، 5 إلى 6 وجبات خلال اليوم. طيب شو هي الأغذية؟ اللي ممكن تساعد أن الوزن يزيد عندهم؟ تمام. عندنا الأغذية الغنية بالعناصر، أن تناول بدل ما نتناول السعرات الحرارية الفارغة، يفضل تناول الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية. شو يعني السعرات الحرارية الفارغة؟ هو مصطلح يستخدمه لوصف السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة والمشروبات التي تعد فقيرة في قيمتها الغذائية، اللي هي مثل الوجبات السريعة، الحلويات، المشروبات والغنية بالسكريات. فبدل من هذا ننصح باختيار المشروبات الصحية عالية السعرات الحرارية، مثل الحليب كامل الدسم أو السموذي نفس ما نعرفه. يفضل أن أيضا نحضره منزليا. في بعض المكونات الرئيسية اللي لازم تكون في السموذي أو العصائر ذات السعرات الحرارية العالية نسميها، وهي أكثر الطرق شيوعا يعني لزيادة الوزن. شو هي المكونات أو المقادير اللي مفروض تكون في هذا السموذي؟ أن الخضروات مثل الأفوكادو أو الجزر أو السبانخ. الأفوكادو لأنه عالي بالسعرات الحرارية وأيضا عالي بالدهون المفيدة للقلب. من الفواكه أن الفراولة أو الموز أو البرتقال، أن أيضا الموز. ليش نختاره مثلا الفواكه؟ لأن أنه عالي بالسعرات الحرارية، فهناك في الموز المتوسط 100 سعرة حرارية. فنتخيل يعني فقط في هالسموذي أنا راح كم راح أخذ سعرة حرارية تقريبا. نضيف سوائل مثل الحليب كامل الدسم. ننصح دائما بالأشخاص اللي هم يعانون من نقصان الوزن الابتعاد نهائيا عن المنتجات الألبان اللي هي قليلة الدسم. دائما نختار كامل الدسم لزيادة السعرات الحرارية وأيضا زيادة الدهون فيها. أن أيضا للناس النباتيين فرضا نختار حليب الصويا أو عصير البرتقال أو التفاح. أن منتجات الألبان يقدرون يختارون مثل الروب اليوناني اللي هو عالي بالبروتين نفس ما نعرفه، الآيس كريم. نفس ما قلت أيضا نحاول نتجنب المنتجات قليلة الدسم. صحيح. دائما نتجه لكاملة الدسم. ففي هذا السموذي نقدر ناخذه كوجبات خفيفة، راح تاخذ تقريبا 500 إلى 700 سعرة حرارية فقط من خلال هذا الكوب. أساتشي نحاول نركز على هاي العصائر ذات السعرات الحرارية بين الوجبات. وأيضا دائما ننصح أن نبتعد عن شرب الماء أو شرب السوائل قبل الوجبات الرئيسية، بس أتبع الإنسان أو الشخص ما يشعر بالشبع. تمام. طيب شو علاقة التمارين الرياضية بزيادة الوزن؟ هل لها علاقة؟ أكيد لها علاقة. طبعا التمارين الرياضية أن نوعين من التمارين الرياضية، أن التمارين الهوائية أو تمارين المقاومة. التمارين الهوائية لا تزيد أن نسبة الكتلة العضلية بمقدار أو بنفس نسبة التمارين المقاومة، بل هي تركز أكثر شيء على زيادة الكتلة العضلية. فمجين ننصح هاي الأشخاص أن يركزون على تمارين المقاومة، وطبعا يستشيرون المدربين الرياضيين. صحيح. كيف شو هي دائما يقومون باستشارة متخصص عشان يعرفون الرياضة اللي تناسبهم والطريقة الصحيحة أيضا الطريقة الصحيحة لاتباعها. صح.
ودائما ننصح طبعا انه بالورم اب نسميها قبل هاي التمارين بس ما نتجنب اي اصابات. استاذة عفرة، هل في من كلمة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين بخصوص موضوعنا لليوم؟ آخر شيء بخصوصنا، يعني دائما أقول في النهاية لا يتعلق النجاح في الوصول إلى الوزن الصحي والحفاظ على ثباته بإجراء تغييرات قصيرة المدى على النظام الغذائي، إنما يتعلق بنمط حياة متكامل يشمل الغذاء الصحي والنشاط البدني المنتظم وتحقيق التوازن بين السعرات الحرارية المستهلكة والسعرات الحرارية التي يستخدمها الجسم للمحافظة على الصحة الجسدية. أستاذة عفرة القطانة، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. يعطيكم العافية، مشكورين. كانت معنا الأستاذة عفرة وحدثتنا عن موضوع شوية العديد من الأشخاص ما يتطرقوا له، عن الطرق الصحية لزيادة الوزن. نطلع فاصل قصير مستمعينا، وعقب الفاصل راح نتحدث عن معرض الصحة العربي. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. تنطلق صباح اليوم الاثنين بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021 بدورته 46، والتي ستستمر حتى 24 يونيو الجاري. وتستعرض هيئة الصحة في دبي خلال مشاركتها في الدورة الحالية للمعرض حزمة من خدماتها وابتكاراتها وحلولها الذكية. عشان نتحدث عن هذه المشاركة يسعدنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذ خالد. صباح النور دكتورة، حياك الله. أستاذ خالد، لو تعطينا فكرة عامة عن مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مما لا شك فيه بأن معرض الصحة العربي يعد أحد أهم المعارض الصحية على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي. تشارك فيه الهيئة منذ سنوات وتظهر من خلاله مدى ما تتميز به من مواكبة لأحدث التطورات في القطاع الصحي. هيئة الصحة في دبي السنة هذه يعني فكرت بأن العمل لا يكون أو لا يتم من خلال جهود فردية، إنما بتضافر الجهود مع المؤسسات والجهات الأخرى، فكانت يدنا مفتوحة لشركائنا في القطاع الصحي وفي العمل الصحي الذي نقوم به، وتمت دعوتهم لأن يكونوا معنا في جناح هيئة الصحة في دبي. هذا التعاون أثمر عن وجود طيران الإمارات لأول مرة معنا في جناح هيئة الصحة في دبي، ليتحدثوا عن تطبيقين تم يعني تطبيقهما بالتعاون مع الهيئة. الأول هو جواز السفر الذكي الذي يتحدث عن متطلبات العالم حول اللقاح وحول يعني الإجراءات الوقائية التي تطبق في جميع مطارات العالم، والتطبيق الثاني الذي يحدد من خلال الهوية ما إذا كان هذا الشخص قد قام بأخذ اللقاح، وأيضا ما إذا كان نتيجة فحصه إيجابية أم سلبية. هذا مع طيران الإمارات. أيضا هناك تعاون كان وجود لمستشفى الجليلة لعرض بعض التجارب الناجحة لديهم في المستشفى، وكذلك كان هناك جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكانوا أيضا معنا مركز التحكم والسيطرة لكوفيد 19،
وهم يعني شركائنا في التصدي لجائحة كوفيد 19. كانوا معنا أيضا مؤسسة نور دبي للعيون وعرضوا نتائج جهودهم على مستوى العالم، وأيضا هناك تجربة راصد للتفتيش الذكي في هيئة الصحة، التفتيش على القطاع الصحي. أيضا كانت هناك إطلاقة قام بها سمو راعي الحفل الشيخ أحمد بن سعيد، أطلق كتاب التحدي الذي يتحدث عن جهود الهيئة في التصدي، الهيئة وشركائها في التصدي لكوفيد 19. أيضا هناك كان أيضا تجربة جهاز إنبي وغيرها من الجهات، والحمد لله لاقى المعروض على إقبال وعلى يعني رضا كل من حضر حتى الآن. لو تحدثنا عن أبرز محاور كتاب التحدي اللي حدثنا عنه أستاذ خالد اللي نستعرضه إحنا في هذا المعرض، لو تعطينا شوي أبرز المحاور اللي يركز عليها هذا الكتاب. نعم، الكتاب هو توثيق لجهود دبي للتصدي لكوفيد 19، يعني ليس بشهادتنا نحن إنما بشهادة العالم أن دبي والإمارات أبلت بلاء حسنا في التصدي لجائحة كوفيد 19. والحمد لله يعني حاولنا أن نوثق، ليس لليوم، نوثق للأجيال القادمة ما قامت به قيادتنا الرشيدة من دعم وتوجيه للتصدي لهذه الجائحة، ومن ثم أيضا ما قام به جنود خط الدفاع الأول في التصدي لكوفيد 19، من تضحيات ومن ابتكار أساليب جديدة ومن تقديم كل ما هو ممكن تقديمه للمصابين وللوقاية من الذين لم يصابوا بهذا المرض. فالكتاب تحدث عن دور المنشآت، تحدث عن الخدمات اللوجستية، تقدم عن دور الصيدلة، المختبرات، دور الممرضين والأطباء والفنيين، حتى قضية المخزون، توفر جهاز التنفس الصناعي وغيرها من هذه الأمور التي يعني نحاول أن نوثق هذه الجهود، كما قلت لهم أنفسهم أنهم يرون أنفسهم في هذا الكتاب، كذلك أبنائهم يفتخرون بجهود آبائهم الذين يعني عملوا الكثير للتصدي لجائحة كوفيد 19، وأيضا للأجيال القادمة. اليوم احنا لما نتحدث مثلا عن الحمى أو الإسبانية التي اجتاحت العالم في عام 1918، المعلومات عنها قليلة جدا. صحيح. وآلية الوقاية منها والجهود التي بذلتها الحكومة قليلة جدا. فنحن اليوم نقول حتى بعد 100 سنة، بعد ما يجون أحفادنا ويبحثون عن جائحة كورونا المستجد، سوف يجدون أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأيضا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، قاموا بهذه الجهود التي وثقناها في هذا الكتاب. جميل جدا أستاذ خالد. طبعا يعني هذه الجهود بذلت أثناء الجائحة، فكان من المهم والضروري أن احنا نستحدث هذا الكتاب، لأن مثل ما قلت يظل معانا لأجيال وأجيال قادمة، عشان نبين للعالم تجربة دبي في مكافحة جائحة كوفيد 19. أستاذ خالد، لو تعطينا أيضا أبرز المستجدات اللي بتستعرضها الهيئة خلال مشاركتها في معرض الصحة. طبعا اليوم شاركت الهيئة في التوقيع مع المؤسسات الصحية العاملة في الدولة الحكومية، هيئة الصحة مع وزارة الصحة، وأيضا مع مؤسسة الرعاية الصحية التابعة الاتحادية مع دائرة الصحة في أبوظبي، وقعوا اليوم مذكرة تفاهم واتفاق ما يسمى بالشراء الموحد على مستوى الدولة.
وهذه بادرة جميلة جدا أن تقوم المؤسسات جميعا في التشاور، وهذا يؤدي إلى حصول على أسعار أفضل وعلى أيضا جودة أعلى وعلى أيضا تكامل المخزون لدى هذه المؤسسات. هذه من أهم المذكرات التي وقعت في أول يوم، أو بالأحرى في أول دقيقة من افتتاح هذا المعرض. يعني قبل ما يقوم سمو الشيخ أحمد باستعراض المعرض، كان قد شرف مقر توقيع مذكرة التفاهم اليوم. هذا من أهم الأمور. هنا طبعا أكيد كثير من الاتفاقيات التي سوف يتم توقيعها على هامش هذا المعرض. فهناك أيضا العديد من يعني اللقاءات والاجتماعات والتي سوف يقوم المسؤولون عن هذه المؤسسات بالالتقاء بقيادات الهيئة وقيادات القطاع الصحي من أجل تعزيز التعاون ومن أجل أيضا التعاون المستقبلي بإذن الله تعالى. طبعا مثل ما قلت استاذ خالد، طوال فترة وجود هذا المعرض سوف تكون هناك العديد من الاتفاقيات التي سوف توقع عليها، وأيضا العديد من المقابلات التي تهم الصحة بشكل عام. استاذ خالد، هل هناك كلمة أخيرة حاب توجهها لزوار المعرض بشكل خاص والمهتمين بالشأن الصحي بشكل خاص؟ الذي أريد أن أقوله، الحمد لله على نعمة الإمارات. هذه تعتبر يعني نعمة لابد أن نحمد الله عليها، أن دولة الإمارات على الرغم من أن جميع العالم في وضع الحمد لله يعني نوعا ما حذر وأيضا منع للاجتماعات والمعارض، ها نحن ننظم معرض من أكبر المعارض على مستوى العالم وبحضور، وليس المعرض افتراضي إنما معرض فعلي. الحضور جيد الحمد لله من كافة أنحاء العالم، وثقوا في دولة الإمارات ووثقوا بدبي ولذلك جاءوا إليها. هذا واحد. الشيء الثاني، أيضا نحمد الله على نعمة الإمارات أنها تواكب كل ما هو جديد. الطب وهذه المعارض ليس الهدف منها التجارة فقط، إنما أيضا التعرف على ما هو جديد ومن ثم استقطابه لخدمة الوطن والمواطنين والقاطنين على أرض هذه الدولة. والتبادل العلمي والمعرفي هو أحد يعني أنشطة هذا المعرض. نحمد الله على نعمة الإمارات التي يعني وفرت لنا أيضا خبراء من كافة أنحاء العالم جاءوا لنستفيد منهم ويستفيدوا من تجربتنا. فهذه الحمد لله هي التي أقولها، نحمد الله على هذه النعمة. ثم أقول للأخوة جميعا، الحمد لله أن صحتكم بأيد أمينة، يد أمينة، لأن الدولة لم يعني تألو جهدا أبدا في عملية الحفاظ على صحة المجتمع من خلال استقطاب أفضل الكوادر الطبية والطبية المساندة وأيضا جلب أحدث الأدوية. والحمد لله لم نشكو خلال جائحة كوفيد-19 بنقص أي دواء أو نقص أي جهاز أو أي معدة من المعدات. فهذا الذي أردت أن أقوله في نهاية هذا الحوار. أستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة في دبي، شكرا على وقتك الثمين والمعلومات الجدا قيمة التي ذكرتها لنا، يعطيك ألف عافية أستاذ. بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتورة. كان معانا الأستاذ خالد الجلاف وحدثنا عن معرض الصحة العربي، وتحدث عن العديد من المشاركات اللي تقوم بها الهيئة. المشاركة الأساسية لهذه السنة أن سوف نتحدث عن تجربة دبي وتجربة هيئة الصحة في مكافحة جائحة كوفيد-19، وأيضا سوف يعني تقوم الهيئة بالتحدث عن أيضا أبرز ما يتم تداوله وأبرز المستجدات اللي سوف نقوم باستعراضها في خلال المعرض، إلى جانب أيضا إصدار كتاب التحدي اللي يتحدث عن
يعني يتحدث عن جائحة كوفيد 19 ونظرة دبي لمواجهة هذه الجائحة. وحدثنا أيضا الأستاذ عن شركائنا الاستراتيجيين، لأول مرة هناك شركاء استراتيجيين يشاركون الهيئة، لأن مكافحة الجائحة كانت عبارة عن إمارة بأكملها كافحت هذه الجائحة. فلدينا هذه السنة شركاء استراتيجيين شاركونا في هذا المعرض، فاللي حاب يطلع على المعرض وما يتم تداوله هناك. المعرض مستمر حتى 24 الشهر من الساعة 9 الصبح إلى 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي. مستمعين الأعزاء، أنا دائما أستغل إذا عندي أي دقيقة فاضية أني أذكركم ببعض النصايح. لا تنسون إجراءاتكم الاحترازية وين ما كنتم متواجدين. إذا رحتوا مع المعرض لا تنسون أن ما زال عليكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ارتداءكم لكماماتكم بطريقة صحيحة، وأيضا أنكم أنتم تحافظون على مسافة كافية بينكم وبين الآخرين، وتحافظون على نظافة إيدينكم طوال الوقت. وبعد مستمعينا الأعزاء، بما أن إحنا دخلنا فصل الصيف، أنا حابة شوي أخصص الدقائق الأخيرة أعطيكم بعض النصايح الرئيسية عشان نحدثكم عن طرق ترطيب جسمكم. أعطيكم ثلاثة طرق لترطيب الجسم خلال فصل الصيف. جدا مهم أنك أنت تشرب كميات كافية من المياه، وأيضا حلو أنك أنت تزيد كمية المياه في جسمك عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بالمياه مثل البطيخ والفراولة والجريب فروت والخوخ. وأيضا بالنسبة للخضار، الخيار والخس والكوسة والطماطم أيضا من الخضروات الغنية بالمياه، فتقدر أنت تتناولها وتزيد مستوى الماء في جسمك. إلى جانب تقدر يعتبر ماء جوز الهند بديل جدا مناسب تستبدله بعصير الفاكهة، ويحتوي على يعني على كمية كافية من الترطيب، ويقدر يرطب جسمك بطريقة جدا جيدة. ليش احنا نقول شرب الماء مهم؟ لان احنا نعرف ان احنا في فصل الصيف جسمنا يفقد كمية كبيرة من المياه، وعشان يحافظ على درجة حرارة الجسم ويخفض من حرارة جسمنا يجب يستخدم هو الماء عشان يحافظ على درجة حرارتنا، وايضا يحافظ على صحتنا بشكل عام. لان احنا نعرف ان فوائد الماء جدا عديدة، بعض الفوائد ان الماء يقينا من الاصابة ب الصداع والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وجفاف الجلد وغيره وغيره من الفوائد اللي الماء يوفرها لنا. وأيضا مستمعين الأعزاء، جدا مهم أنك أنت خلال فترة الصيف تحتفظ بزجاجة ماء دايما معاك، تشلها معاك عشان تشرب منها شوي طوال فترة تواجدك، خصوصا إذا كنت أنت من النوع اللي يمارس أنشطة خارجية أو طبيعة عملك طبيعة تتطلب أنك أنت تتواجد في المناخ الحار وتحت أشعة الشمس المباشرة، فخذ معك زجاجة الماء طوال الوقت. إذا أنت كنت من النوع اللي ما يحب طعم الماء العادي، تقدر تضيف لبعض أنواع. أنا شفت العديد من الأشخاص يضيفون شرايح من الليمون والخيار، هذا شوي يغير من طعم الماء إذا أنت كنت من النوع اللي ما يحب طعم الماء العادي. وطبعا جدا مهم إذا أنت بتمارس التمارين الرياضية أنك أنت تزيد من الكمية اللي تتناولها من المياه، لأن احنا نعرف أن أثناء التمرين احنا نفقد المياه، فإحنا نبي نعوض اللي فقدناه بشرب كمية إضافية من المياه. وأيضا جدا مهم أن احنا نشوف نفسنا، إذا حسينا بالعطش هذا معناته جسمنا أوريدي دخل في مرحلة جفاف، فإحنا نحاول أن احنا نشرب الماء قبل ما احنا نحس بالعطش. وخصوصا الجفاف يعتبر جدا خطير لأشخاص يكونون معرضين لخطر الإصابة بالجفاف أكثر من غيرهم،
هذول لازم يديرون بالهم على كمية المياه اللي يتناولونها. هذول الأشخاص هم اللي يمارسون الرياضة مثل ما قلت لكم بكثافة جدا عالية، اللي طبيعة عملهم تحتم عليهم أنهم يظلون في الطقس الحار لفترات طويلة، اللي عندهم بعض الحالات الطبية يفقدون المياه بشكل أكثر ويتعرضون للجفاف أكثر من غيرهم، اللي يعانون من أعراض صحية، اللي عندهم حمى، اللي يعانون من القيء والإسهال، هذول يكونون معرضين لفقدان المياه أكثر من غيرهم. النساء الحوامل والمرضعات أيضا يكونون عرضة للإصابة بالجفاف أكثر من غيرهم، وأيضا كبار السن والأطفال أيضا يعتبرون من الفئات اللي ممكن يفقدون السوائل أكثر من غيرهم. عسب كذي إحنا لازم نشرب الكمية الكافية. في عملية حسابية جدا بسيطة احنا نقدر نحسبها، لكن هاي العملية فقط للأشخاص اللي ما يعانون من أي أمراض أو ما يتناولون أنواع معينة من الأدوية. هاي العملية الحسابية فقط للأشخاص الطبيعيين، أنت تاخذ وزنك بالكيلوغرام وتضربه في 0.033، فهني تقدر تعرف بالضبط كم لتر من الماء أنت تحتاجه كل يوم. فعلى سبيل المثال إذا كان وزنك 60 كيلوغرام تضربه في 0.033، فتقريبا الكمية اللي يحتاجها الشخص اللي وزنه 60 كيلوغرام حوالي لترين. وإذا كل ما زاد وزنك طبعا بتحتاج كمية أكبر من المياه. طبعا لا تنسى ان هناك في مصادر ثانية تقدر تحصل عليها في المياه، مثل ما قلت لكم الخضروات والفواكه، الحليب، الشاي والقهوة، الشوربات. احنا نعرف يمكن شوي الجو حار حق الشوربات، فاحنا نحاول نعوض الماي بالفواكه والخضرة. وبعد مستمعينا الاعزاء، هاي بعض النصايح اللي احنا نعطيكم، بنحاول بين فترة والثانية نعطيكم نصايح تفيدكم للصيف. نصيحة اليوم كانت عن حفاظك على ترطيب جسمك خلال فصل الصيف. إن شاء الله في الحلقات الثانية بنتحدث عن أشياء أخرى تخص فصل الصيف، وإذا أيضا كنتوا حابين تعرفون معلومات إضافية إن شاء الله في وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة بنبدأ ننزل بعض المعلومات الأساسية الخاصة بفصل الصيف. هاي كانت حلقتنا لليوم مستمعينا الأعزاء، أتمنى نقدر نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لحسن متابعتكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذ أميرة الخفولي لتنسيقها ومتابعتها لحلقتنا اليوم، كل الشكر لمخرجنا اليوم أستاذ سعيد المر. كانت معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.